Huh? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن مرحبا واهلا بكم احبتي في الله في هذا اللقاء المتجدد وفي هذه السلسلة المباركة بعنوان أحسن القصص قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحبتي في الله لقد خلق الله تعالى البشر وفاضل بينهم وجعل بعضهم في خدمه بعض وهذا لا شك انه ابتلاء وتسخير قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم وقال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وهذه الرفعه يا احبه في امور الدنيا لا تستلزم الرفع عند الله تعالى بل يتفاضل الناس عند ربهم بالإيمان والعمل الصالح وهذا هو الميزان كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا كان واجبا عليهم أن يتخلقوا فيما بينهم بالأخلاق الحسنة لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من ضعيف ولا من مريض ولا يهزأ سيد من, 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 من ولا يحقر غني فقير وقد نهانا الله تعالى عن هذا التخلق او عن هذا الخلق لانها اخلاق الجاهلين فيما بينهم من السخريه واللمز والتنابز ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. السخريه يا أحبة الناس لا شك انه خلق دميم اتصف به من ابغضهم الله تعالى ومقتهم من الكفار والمنافقين. واذا كانت السخريه هي من اخلاق الكفار والمنافقين فلا شك انه لا يليق بمسلم ان يتخلق بهذا الخلق فيسخر من اخوانه المسلمين او يلمزهم. أو ينابزهم بألقاب فيها تحقير لهم وحط من شأنهم وقد نهاه الله عز وجل عن ذلك. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وهذه قاعدة المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، حديث رواه الإمام مسلم. والسخرية يا أحبة من الناس لا شك أنها تنم عن كبر في قلب صاحبها وعن تعالٍ على من سخر منه فلا يرى لهم عليه حق التوقير ولا الاحترام ويأنف من إخوته وهم إخوانه في الدين والكبر لا شك أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أمل ذرة من كبر لما سمع هذا الحديث عبد الله بن عمرو العاص بكى ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بانه بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم ولذلك يحصل من النظر الى النفس بعين الكمال والى غيرها بعين النقص هذا هو الكبر وقد يكون الدافع الى السخريه الى سخريه المرء باخيه المسلم حسده ان يحسده على نعمه لم يبلغها ويرى ان اخاه لا يستحقها فيبلغ به هذا الحسد ويظلمه في قلبه بأن يسخر من اخيه وان يحتقره وان يتنقصه ليحط من قدره وينزله من مكانته ويعلي من شأن نفسه ويلفت الانظار اليه ولسان حاله يقول انا احق بهذه النعمه وبهذا الفضل منه وهذا لا شك ان فيه اعتراض على الله عز وجل لان السخريه تقود الى الغيبه وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله فلا يستطيع السخريه بحضره اخيه فيسخر منه من ورائه فتكون فتكون سخري سخرية وغيبة ويكون هو بمثابة من أكل لحم أخيه ميتا وصاحب السخرية لا بد أن يكون همازا لمازا واللمز هو المباشرة بالسوء والمكروه والمواجهة بالقدح والعيب ويكون بالقول والهمز يكون بالفعل كأن يعيبه بالإشارة أو بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه وهذا لا شك يا أحبة الخلقان الذميمان الذي اتصف بهما المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يهمزونه وكانوا يلمزونه صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى فيهم صوره كامله، صوره الهمزه ويل لكل همزه لمزه. توعدهم الله عز وجل بنار الله الموقده التي تطلع على الأفدة انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. والهماز لا شك يا احبه انه يسعى بالنميمه. والنميمه لا شك انها من كبائر الذنوب وقد حرم الله تعالى النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واذا فشت السخريه لا شك في الناس تنابزوا بالالقاب وعير بعضهم بعضا فتنافرت القلوب وانحلت الروابط فتعادوا لا شك بذلك هذه النتيجه العداوه والهجران وتدابروا وتباغضوا ولم يكونوا عباد الله إخوانا ولهذا نهاهم الله تعالى عن التنابز بالألقاب وعن التنادي بالعيوب قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب وجاء كذلك عن أبي جبيرة رضي الله عنه فيما نزلت عندما نزلت هذه الآية قيل نزلت بني سلمة قال ولا تنابزوا بالألقاب يقال عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل الا وله اسمان او ثلاثه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله انه يغضب من هذا الاسم فنزلت هذه الايه، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بهذا الاسم لانه راى ان المجتمع كله يناديه ولما عير ابو ذر رضي الله عنه قيل بلال عيره بامه فقال آه يا ابن السوداء او كلمه قريبه من هذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية وهذا توبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل ولما عابت عائشة رضي الله عنها صفية رضي الله عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حسبك من صفية كأنها قالت قصيرة فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر عظيم عندما قالت حسبك من صفية يعني كذا وكذا فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت الله أكبر هذه الكلمة التي يظن كثير من الناس انها يسيرة هذه تغير حتى لون البحر. وقالت عائشة رضي الله عنها وحكيت له انسانا فقال ما احب اني سمعت عن فلان وان لي كذا وكذا، فالسخرية يا محب سبب للعداوة ولا شك انها سبب للخصومات. وقد ينتج عن هذا الامر اعتداء بالقول والفعل والمقاتل لان الساخر قد يتمادى في سخريته. فلا يحتمل اخوه من هذه السخريه فينتصر لنفسه بالقول او بالفعل وكم من خصومات ومشاجرات اضرت باصحابها ولربما كان فيها قاتل ومقتول وكانت الشراره الاولى كلمه من احد الخصوم او استهزاء احدهم بالاخر فجاء الشيطان ونفخ في هذه الكلمه وزاد من نارها حتى ادت الى المقاتله وبهذا يتبين لكل عاقل يا احبه ان السخريه بالناس هي لا شك شر عظيم يفتح ابواب الهمز واللمز والغيبه والنميمه ويملأ القلوب ضغائن واحقاد وعداوات ويكفي ويكفي رادعها عن السخريه بالاخرين انها من صفات اهل النار كما ذكرنا ومن صفات المنافقين والكفار فحري يا محب فحري بالمسلم ان يحفظ لسانه وان يتوقى في اقواله وافعاله وان يحذر سبيل الهمازين اللمازين الذين يسخرون من عباد الله المؤمنين لينجو مع الناجين ولا يهلك مع الهالكين، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يتوقون عيب غيرهم وقدحهم والسخريه بهم والحط منهم حفاظا على الاخوه وتاليفا للقلوب وخوفا من الاثام وحذرا من الوقوع في عيوب اهل العيوب وكان ابن مسعود رضي الله عنه من اشد الناس في ذلك حتى نقل عنه قال لو سخرت من كلب لخشيت ان اكون كلبا تامل وهو حيوان محتقر لا يؤبه به وكان رضي الله عنه يقول البلاء موكل بالقول رواه ابن ابي شيبه وجاء كذلك عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال يقول ابو موسى لو رايت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت الا اموت حتى ارضعها وهذا مشاهد ان الكثير من الناس عندما يستهزئون بالخير يستهزئون بالغير فان الله عز وجل يعافي المبتلى ويبتلي من شتمه واعتدى عليه ولهذا اعظم وصيه اوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر قال يا ابا ذر الا اوصيك بخصلتين عظيمتين هي اخف على الظهر واثقل في الميزان قال بلى يا رسول الله قال حسن الخلق واحفظ لسانك قال حسن خلقك واحفظ لسانك وفي روايه عليك بالصمت فالسلامه لا شك يا احبه أن السلامة لا يعدلها شيء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم، الفرج والفم، ولهذا يقول العلماء أن الله عز وجل خلق للإنسان لسانا واحدا وخلق له أذنان، وهذا دليل على أن الإنسان يكثر السماع أكثر أكثر من الكلام، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم من أقل الناس كلاما وحديثا بل قيل أن الشعبي قال لابن عمر يعني صاحبناك سنة كاملا فلم نسمعك تحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة انظر كانوا حتى يحفظون ألسنتهم من الحديث في من الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع خشية الوقوع في الخطأ أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يطهرنا من الخلل وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يستعملنا في طاعته، اسال الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام الى لقاء جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.